وطبعا بعد علاج الدود اللي طبعا ما جاب نتيجة انه كانوا اضطروا انه يقطعوا او يبتروا الرجل. قبل ما بعد الدود كان لسه ستيل عندهم امل، فقالوا لي بدنا ناخذ من الفخده. مريت في عمليه ورا عمليه، صدمه ورا صدمه. انسان طبيعي على فكره مستحيل يتحمل اللي تحملته. لولا كانت في نعمه، لولا كان في الله يعزيني، الله يهونها علي. انا شعري، انا انسان ضعيفه، انا بشر قد ما اكون، انا بشر، بس الرب مدني بقوه ومدني بمعونه الهيه كانت تخليني استحمل الصدمات. فقالوا لي بدنا ناخذ من الفخذ سلخ الجلد، سلخ سلخوا لي من هون. متاسفه على الكلمات الصعبه بس الحقيقه هذا اللي صار. اخذوا لي من الفخذه وزرعوا لي الجلد اللي اخذوه من الفخده، زرعوا لي اياه على الرجل من تحت زي عمليه ترقيع يعني. ترقيع. وكان كله هون قطب وكثير كثير ودم، ورقعوها بعد اسبوعين وانا في البيت. خلص انه انا حسيت انه الرجل كل شيء تمام وانا تعالجت. رجعت للمراجعه، قال الدكتور اكبر صدمه في حياتي، قال لي احنا مضطرين نبتر الرجل. يمكن السرطان كان وقعه علي كتير أسهل من ما إنه أفقد رجلي. هو أنا قلت للرب، قلت له يا رب لحد هلا تحملت السرطان وأصعب نوع سرطان، تحملت يا رب كل اللي صار فيه، بس أنا مش رح أتحمل قطعة الإجر. إجري اللي حملتني 36 سنة، معقول يا رب أشوف حالي بلا إجر؟ أصعب قرار لازم أخده في حياتي. قالوا لي إيه لك الاختيار، يا إما ممكن يتسمم الدم وتموتي كلك من الالتهاب القوي، يا إما أنت تاخدي قرار على قطع إجرك. تخيل قديش إنسان تقول أنا بدي أقطع إجري، أنا لازم أوقع على الورق إنه أقطع إجري. قعدت أسبوعين في البيت في أصعب مش قادر أوصف صعوبة اللي أنا بدي أقطع إجري. أنا بدي يقولوا لي خلص لازم